اذا بسم الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من ضواحي مدينه الدار البيضاء. احنا في احد الكريانات اللي الناس لا حول ولا قوه الا بالله لهم، لان مساكن مكرفسين. يعني كيف ما كتشوفوا، شوف السدادر ديال هذه السيده فين دايرهم في السطح، المانطات كل شيء نشران فوق الفيضان، ضرب ليها الدار كامله، عندها وليداتها وعندها حفايدها، تكرفصات بمعنى الكلمه، وتا شي واحد ما جا عندهم تا شي حد ما طلع عليهم ولا داهم من شي مكان ولا عطاهم شي استفاده فين يمشيو يحيدوا من هنا. فالناس مساكن مازالين مكرفسين، فكنطلبوا من الله عز وجل ان يسخر لهم قلوب رحيمه اللي يوقفوا معاهم ان شاء الله. وكنتمنى من الناس المسؤولين انهم يديروا واحد التفاته كبيره في اتجاه هاد الناس، لان فعلا هما اللي مكرفسين. قرب المهم تين الميكرو عندك حدا فمك، واخا عاودي شنو وقع عليكم في ايام الفيضان؟ شنو وقع عليكم اللي دخل عليكم الماء؟ تدخل علينا البيت الماء، تهجم علينا من الواد الحار هذا ديال السقاط، ماعرفتش تكرفستو ملي ما نخرجو ولا ما تهجم كلشي دخل. جاو المسؤولين، جاو وقفنا في الفوطه، ودونا الدهنه لقيت واحد البلاصه ثلاث ايام وقالوا لنا نخرجو البلاصه الحار. داوكم ثلاث ايام حيت غرقتو ورجعوكم الجمعه وجينا الاثنين، ولكن هنا قالوا لنا غتجي اللجنه، ما قالوا جات اللجنه، ما جا عندكم حتى حد. وكي داير العيشه ديالكم؟ كلشي مشى ليكم؟ والو، لا جاب لنا شي حد من الماكله، حنا كناكلو ما جابش لنا كلشي، مشاش حنا باكلين. مشى لكم كلشي؟ شنو الخسائر اللي خسرتو في الدار ديالك؟ كلشي مشاو لنا، المسؤوليات مشاو لنا، الريوات مشاو للسدادات. يا بنتي كنت شفت حالة شتي الفيضان ثاني في الاول، ثاني 2010 ثاني وقع لنا بحال يعني فيما كيجي الفيضان كنتوما اللي كضروا. الشركة طلقنا. عندكم شركة كنسمعوا الصوت ديالها على الظهر ديال الكاري. ما كنردوش حتى سمعت يا بنتي ما كنردوش. ما كتخليكمش تنعس؟ لا والو، يعني مكرفسين. مكرفسين. ما داروش لكم احصاء الاستفاده؟ عمرنا بنتي ما تحصل. شحال من عام انتم هنا؟ سنين؟ سنين. انا اكثر من جي 40 عام وانا حنا وليداتي حنا كلش. واخا مهمتي، من بعد الكارثه اللي وقعت لكم، وقعت في المغرب كامل، وكنشوفوا السداده ديالك غا فوق السطح، اش كطلبي اليوم من الناس المسؤولين؟ استفاده بنتي، حنا بحالنا بحال الناس. عاش سيدنا كيعطي استفاده لينا حنا، ما جا لا حد ما استفاده لا والو. حتى حد ما كيدق عليكم؟ عمرنا دابا عاد قال لك الميلف ديالكم كيدرس، ملي كنمشيو عندكم وتجريو عليه، قلنا ما عندكم لا استفاده لا والو. لا حول ولا قوه. عندك الحفايد ديالك قلتي لي؟ جوج مجيب جينا عندي، والدين وليدات، واحد باقي بلاش، الدريه بلاش، وانا وراش. يعني تكرفستو ودخل؟ تكرفسنا بنتي، تكرفسنا، تبغيت واحد مشالك الماريو شفنا. بغيت نعس بجوج ديالي، ديال ولدي، ديال ولدي الاخر. واخا مهمتي، حافظه التليفون ديالك؟ النمره ديال التليفون حافظه؟ باقيين صفر ستة. لا حافظاها. تسميتي 06 08 58 10 72 10 72. بالنسبه للناس اللي بغاو يساعدوا السيده، لان فعلا تكفصات لها هي وليداتها الحفيده، مازالين قريبين مساكن عاد زايدين، وعاشوا هذه الكارثه ديال الفيضان كيف ما كتشوفوا انتوما. انتم حويجات كلهم هنا فازقين، وحالتهم راجل مبارك هذاك تقاعد باقي ما لاحقش ليه، الشركه دارت فيت وبركات وبقى لي 4 سنين، انا عايشه مع الوليدات بنتي وليدات يعني بلا قسم الله. جات هاد الفيضان خلاكم الله كريم. حساب لا والو، قال لي درت فيت برك. لا حول ولا قوه الا بالله. واخا تورينا داك الخسائر اللي عندك، داكشي اللي ضاع عليك. هنايا الحويجات ديالها انتم مسكينه، شوفوا المانطات ديالها كلهم هما غير هنا في السطح. ماريو رشنا كل حالته لتحت، واخا نهبطوا لتحت شوفوا، راه مسكينه هنايا، راه كارثه. هاد الناس كيفاش مكرفسين، وحتى شي واحد ما كيشوف من حالهم. كل راجل واخا مسكين هو كلشي ضاع عليه، هادي دارو، هادي كلهم ضاعوا، دارو هادي تتهودي عندو، كلشي ضايع يعني غير في السطح. لا حول ولا قوة الا بالله. السطح وعبريريكا ديال القصدير بركنا فيها. انتم راه غير القصدير، شو السدادر مسكينه راه غير محطوطين تما، هذاك القطن ديال المخاد راه كله خسر، حتى ديك الماء ديال الواد الحار دخل عليهم الدار. ديال هذا الشارع انت بنتي سمعنا الماء كنشوف. سمعوا غير الصوت ديال الماكينات ديال الشركات مسطعينهم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
رقم التليفون ديال الحاجة هو 0608-58-10-72، عاود رقم 0608-58-10-72. نوريكم نتوما كلشي مشى اليوم تسب الثلاجة مكالينا غير بالحجر. بغيتي نفيقني شوفي لي البيس باقي بيك البيس. نتوما شوفوا هنا لا خليهم خليهم ناعسين خليهم ناعسين. هذيك البيت شافت نتوما البيت كيولا ماريو مشى كلشي مشى اليوم. لا حول ولا قوة الا بالله. معكم الطرب يا شدي ولدك اجي بنتي واخا باقي ما يبانوش البيضه في الصباح حنا في 11 ليل السبيطار تخلق ليله مريضه شدي ولدك سير يلا شوف بنتي البيت هذا راه بيت مرت ولدي هذاك البيت ديال مرت ولدي ضاع ولي كلشي انا دينا حصيره ودرت لهم عندنا فين نمشيو فين غنمشي فكر في السين مساكن ديالي انا كلشي كنت هو مشى كله اه من هنا من النافورات جا من السقاطه تيحب جات من ما فين الحب ماري هو جابوا لينا الحبابه حوجات الباح ما تبسوش.